بعد الحكم عليه بالسجن 5 سنوات قضى منها 3 في أمريكا، وصل رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين إلى بيروت بعدما أفرجت عنه السلطات الأمريكية، وهو ابن بلدة حنويه الجنوبية في العقد 6 من عمره. كانت قد وضعته الحكومة الأمريكية على لائحة الإرهابيين الدوليين عام 2009 ومنعت أي تعامل معه. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنه يدير شبكة من الأعمال في لبنان وإفريقيا ويضخ ملايين الدولارات في حسابات حزب الله، وأن شقيقه قيادي في التنظيم الموالي لإيران. اعتقل في المغرب عام 2017 بمذكرة دولية وسلم للولايات المتحدة، إلا أن الادعاء الأمريكي عجز عن تقديم أي إثبات يؤكد تورطه في تمويل الإرهاب، وأدين فقط لاعترافه بجرم الاحتيال على قانون العقوبات الأمريكية لشراء بضائع من شركات أمريكية. قررت السلطات الأمريكية إطلاق سراحه على نحو مفاجئ، وقد وافق القاضي على طلب محاميه إطلاقه لأسباب إنسانية تعود إلى أن وضعه الصحي لا يسمح بإبقائه في السجن في ظل تفشي وباء كورونا. كذلك رفض القاضي المكلف القضية طلب وزارة العدل الإبقاء على قاسم تاج الدين في السجن إلى حين انتهاء فترة العقوبة، وهي 5 سنوات تنتهي في مطلع عام 2022. ومع أن جرى ربط إطلاق سراحه بإطلاق العميل عامر الفخوري من لبنان قبل 2 شهر، إلا أن ذلك لم يثبت. وقبل ذلك ربطت قضيته بالمفاوضات التي أجرتها الدولة اللبنانية عبر اللواء عباس إبراهيم لإطلاق سراح نزار زكا من السجون الإيرانية، حيث دخل اللواء إبراهيم وسيطا بين الولايات المتحدة وإيران بهدف تحقيق ثمن للإفراج عن زكا. والتقى مسؤولين أمريكيين قبل أن يزور قاسم تاج الدين في سجنه، لكن الأخير رفض أن يكون جزءا من أي صفقة تبادل تثبت التهم الموجهة إليه بالتعامل مع حزب الله. وقد رحبت أسرته بعودته إلى بيروت، وقالت في بيان لها إن عودته جرت بالتماس إنساني قدمه محاموه أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن استنادا إلى القانون الأمريكي الذي يسمح بإطلاق سراح من يواجه بسبب سنه خطر تعقيدات فيروس الكورونا، فضلا عن أنه أمضى جزءا مهما من محكوميته ولا يشكل خطرا على المجتمع. وشكرت الأسرة لمجموعة المحامين عملهم المهني رفيع المستوى. وتابع البيان: بما أن الحاج قاسم ليس مواطنا أمريكيا، فإن عودته إلى بيروت كانت مرتبطة بآليات معقدة بسبب وضعه القانوني وبأوضاع السفر الحالية التي أخرت هذه العودة إلى أن توافرت طائرة نقلته من الولايات المتحدة إلى لبنان. وشكرت عائلة تاج الدين للسلطات الأمريكية واللبنانية تسهيل هذه العودة، وخصوصا المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. الخارجية الأمريكية عبرت من جهتها عن اعتراضها على الإفراج عن اللبناني قاسم تاج الدين، لكنها قالت إننا نحترم قرار المحكمة، وأكدت أن تاج الدين سيبقى على لائحة العقوبات وأن أي متعامل معه سيتعرض لعقوبات أيضا.